السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم صادفتنا عندنا حالة مرضية وتوجهنا المستشفى القائم. فلفت انتباهي فشي كلش غريب، ومع الأسف على وزارة الداخلية، على وزير الداخلية، على الجهات المعنية خل تتابع هذا الأمر. ما يقارب بالقائم فوق 1000 وكسور حشد العشائر، وطبعا هذا مركز الشرطة بخير دليل، ولا عنصر أمني موجود به طبعا منتشر. هذا مركز الشرطة وهذا السوق قدامي، حشد العشائر للقائم موجود تقريبا 3 أفواج. شرطة القائم أيضا موجودة، طوارئ القائم كلها تابع للداخلية والشرطة المحلية أيضا موجودة، وأعدادهم بالآلاف. يعني هسه إذا مرة أقول لك هسه تقولي واحد هذا يبالغ، لا أقول لك 1000 بـ1000 بـ1000 أم 3000. ما نريد الألف، نريد بس عندهم 500 أو 100 أو 50 واحد. هذا سوق مال القضاء كامل، ولا عنصر أمني. شلون بعد يسلم المنطقة السطوة داعش؟ شلون يسلمها؟ هاي سيارة مدنية هسه طالعة وبدون أي انتشار أمني بالقائم، وهذا السوق مال حصيب الشرقية وكلها تعرفه، وهذا الجامع مال القائم الكبير أيضا. شلون داعش ما يستغل هاي الثغرة ويهجم على المقرات وما يفخخ الشوارع ما ينفذ عملياته؟ وين الشرطة المحلية؟ وين الحشد العشائري؟ وين طوارئ القائم؟ يعني ليش يعني انت خايف منين؟ هاي مو مدينتك، انتم اهل المدينة نفسكم. يعني الى متى تسكتون؟ الى متى يومية مشردين، يومية طالعين نازحين؟ هي هاي مدينة القائم؟ الشرطي واحد ما بيها، مع العلم ان الجيش خارج مدينة القائم نهائيا، خارج مدينة القائم نهائيا، الامر مسلم للقيادة المحلية، الشرطة المحلية. يعني خاف باكر عقبه. ذكرنا هذا الموقف وانا راجع، ذكرني قضية الموصل.